مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. صباح الخير، صباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز. حلقه جديده من هذا الصباح هنتناول فيها ابرز المستجدات على الساحتين المحليه والدوليه على مدار الساعتين اللي جايين، وهكون معاكم فيها انا ايمان الحويزي. خلونا نبدا بهذا الخبر الهام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس اداره شركه لورسن الالمانيه العالميه في مجال صناعه السفن، وذلك بحضور الفريق احمد خالد قائد القوات البحرية واللواء بحري محمد إبراهيم والعقيد بحري محمد ناجي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها، وتم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال. وتمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها، حيث تم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال، كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني وضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت. ووجه الرئيس السيسي دعوة إلى كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة. وصلت أمس إلى قطاع غزة 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وهي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري لسكان قطاع غزة. وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسلت مصر هدية لمواطني قطاع غزة من المساعدات الإنسانية في الوقت الذي توجه فيها أمس رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى القطاع، وذلك لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية ومصطحب معه وزراء من السلطة الفلسطينية، بتوجيهات طبعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أستاذ أحمد صباح الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة أنه في مجموعة من الرسائل بتحملها هذه التوجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلينا نبدأ بالرسالة اللي وجهها للقوى الإقليمية والدولية لمساعدة مصر في تطبيق رؤيتها في قطاع غزة وتهدئة شاملة مأمولة. كيف من الممكن قراءة هذه الرسائل؟ مؤكد انه لم يكن من الممكن تصور قبول المجتمع الدولي وهو في هذه المرحله احداث فعاليه الدور الامريكي تاني الى الاقليم، احداث طرح القضيه الفلسطينيه محور الحل لكل مثل هذه المواجهات العنيفه التي تتم بين الحين والاخر دون وجود دور مصري فاعل. هذا الأمر الحقيقة لم يكن وليد صدفة، هو نتاج وثمار عمل على مجموعة من الجبهات المستمرة منذ ثورة 30 من يونيو الشعبية العظيمة. هذه الثورة مكنت الشعب المصري من امتلاك قراره، ومكنت القيادة السياسية من خلال تكاتف الشعب المصري والتفافه حول قيادته أن يمضي في طريقه مخططا للاستراتيجية في التعامل مع كافة الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية.
القيادة السياسية في هذا الإطار وضعت القضية الفلسطينية في القلب، وكانت لها استراتيجية واضحة في التعامل معها، أنها تتعامل مع هذه القضية من خلال سياسة الأفعال لا الأقوال، وهو الأمر الممتد منذ العام 2015 وحتى هذا العام. احنا بنتكلم على 6 أعوام أثبتت فيهم القيادة السياسية المصرية بكل أدوات القوة الشاملة للدولة، وبنتحدث هنا عن القوة الأمنية، بنتحدث عن قوة الأجهزة الدبلوماسية، بنتحدث عن قوة دور مؤسسات الإعلام أن تؤثر وتغير كثيرا في مسار تفكير كثير من القوى الإقليمية، ومؤخرا حولت دورها لدى كل دول العالم من لاعب إقليمي مؤثر في قضايا الإقليم يمكن أن يلعب في بعض الأحيان دور الوسيط في القضايا، إلى شريك دولي فاعل لديه رؤية يمكن أن يتدخل ويتعامل مع هذه القضايا. اللي كنا بنشهد من قبل إرسال مبعوثين من هذه الدول إلى الأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وإلى دولة إسرائيل بغية التوصل إلى التهدئة، النهاردة احنا بنشوف اللي بيتحرك على الأرض صحيح مستخدما كل أدوات القوى الشاملة للدولة، الدولة المصرية عبر إرسال 3 وفود أمنية ابتدت يوم 21 مايو 23 مايو وأخرها كللت بالسيد اللواء معالي السيد اللواء الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة والوفد الأمني رفيع المستوى، اللي حمل مجموعة الرسائل. وهنا علشان نقدر نقيس الدور والمكانة لازم نشوف سيادة الوزير والوفد الأمني المرافق ليه كانوا رايحين بأهداف إيه، رسائل محملة بإيه، وكيف انتهت الزيارة عشان نقدر نقيس هل الزيارة نجحت، هل احنا على الارض بنتحرك بالفعاليه المطلوبه، هل حقيقي الدوله المصريه مؤثره في هذا الاطار ولا لا. وبالتزامن مع ده لابد ان احنا نحسب جهود الدبلوماسيه المصريه، لان لا يمكن تخيل ان كل يعني الدوله المصريه تتحرك مؤسساتها المختلفه في فراغ، ولكن لا، هناك من يخطط، هناك من يعمل وفقا لاستراتيجيه واضحه، وبالدليل ان كان عند حضرتك غادي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي بيلتقي السيد الوزير. أستاذ أحمد، طبعا يعني كل الكلام اللي حضرتك قلته كلام مهم جدا، لكن عايز أركز مع حضرتك على جزئية حضرتك طرحتها في حديثك وبشكرك أنك طرحتها، هي مسألة المقارنة بين مسألة أنه بيتم إرسال مبعوث أو يتم إرسال مفاوض في أي قضية من قضايا المنطقة بيقوم بدوره بشكل حيادي نوعا ما، وبين أنه مصر تكون موجودة بشكل فاعل. هنا يمكن الموضوع مختلف، حضرتك أشرت إلى أنه الدور المصري أو المساعدة المصرية سواء على الجانب الدبلوماسي أو على الجانب الإنساني بتأتي مختلفة عن دور أي مبعوث أو دور أي مفاوض آخر، لأنها بتكون نابعة حقيقي من الرغبة في الوصول إلى تهدئة والوصول إلى استقرار وإعمار. عايزة حضرتك تكلمني في الجزئية دي، ما الذي يفرق الدور المصري ووجود مصر في قلب قطاع غزة عن أي دور آخر؟ أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للأمن القومي المصري، أن القضية الفلسطينية ارتبطت بوجدان الشعب المصري. القضية السياسية المصرية على مدار تاريخ القضية الفلسطينية منذ العام 1948 وحتى هذه اللحظة، القيادات الوطنية للدولة المصرية، رؤساء الدولة المصرية الوطنية تعاملوا مع هذا الملف وفقا لكل مرحلة من المراحل التاريخية لتطور هذا الصراع، الأدوات المختلفة المتاحة لإدارة هذا الصراع، الأدوات تختلف باختلاف العصور والمصالح تختلف باختلاف العصور. وصولا إلى اللحظة الآنية حضرتك بتشوفي التحركات بتقول على الأرض أن الدولة المصرية وهي بتتحرك على المستوى الأمني عن طريق هذا التمثيل الرفيع، وهي بتتحرك على هذا المستوى الدبلوماسي عن طريق هذا المستوى الرفيع، وانت بعد 13 سنة لأول مرة منذ العام 2008 بتستقبلي وزير الخارجية الإسرائيلي على الأراضي المصرية. السيد الوزير عباس كامل بيذهب من أراضي السلطة الوطنية ويعقد لقاء. أستاذ أحمد، لو تغير فقط مكان حضرتك قليلا عشان الصوت يكون أوضح. تمام. لما بيوصل الأمر إن احنا بنقول إنه بيصل السيد اللواء الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة مصطحبا مجموعة من الوزراء السياسيين،
ويعقد هذا اللقاء مع حركة حماس برئاسة يحيى السنوار، ونشوف على الأرض تحركات المجتمع المدني المصري. صحيح. بنشوف تحركات الأحزاب السياسية، بنشوف تحركات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنشوف تحركات هنا الجانب الإنساني بقى اللي احنا كنا محتاجين كمان نتكلم عنه، لأنه بيجي بالتوازي مع الجانب السياسي والأمني والدبلوماسي. لأنه المسألة متعلقة باحتياجات المواطن بشكل مباشر هناك. بتعيدي تقديم شكل الدولة المصرية الجديد، انت بتتحدثي عن شكل جديد للدولة المصرية في المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد 30 يونيو القادم. الدولة المصرية تقدم للعالم نفسها في إطار وشكل جديد. اللي احنا لازم نتفهمه من هذا المشهد الذي ظهر طوال 15 يوما الماضية، ان مصر منذ مؤتمر باريس الذي عقد من اجل مناقشة قضايا تخص القارة الإفريقية وتخص دولة السودان الشقيق، انطلقت بقوة لكي تعبر عن إرادتها أمام العالم وتفرض سيادتها ورؤيتها في إدارة ملفات تخص أمنها القومي وتخص الأمن القومي العربي، وتعيد طرح هذه القضايا مرة أخرى في صورتها الإنسانية التي طالما غابت عن كثير من المفاهيم، وتخرج من خلال هذا المنفذ لكي تقول للعالم أنه لا يمكن ضمان أي نوع من أنواع الهدنة دون التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية. طيب. التحركات اللي على الأرض اللي بتتم على المستوى الإنساني إحنا بنشوف مدلولتها على الشعب الفلسطيني، سواء في كافة الأراضي الفلسطينية ولدى كافة الفصائل، من الترحيب الشديد الذي لقته زيارة الوفد المصري الأمني رفيع المستوى، رفع صور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المواقع مصطحبة بالعبارات ذات الدلالة الواضحة أن مصر دولة أفعال أقوال، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية. هنا رسائل توضح بصورة مباشرة مدى التأثير الفاعل الذي أنتجته هذه التحركات السريعة المتلاحقة في خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوما في تغيير مسار الأمر. برضو عشان نقدر نقيس نجاح نتائج هذه الزيارة، التوصل إلى مجموعة من التوافقات والبدء بالفعل في خطوات، واضح أنه تم الاتفاق على إنشاء مدينة جديدة، واضح أن مصر هيكون لها دور كبير طبعا كبير فيها، واضح أنه تم الاتفاق على بدء السريع في إعادة خطوات الإعمار، واضح أنه تم التوافق على إجراءات واضحة لتثبيت الهدنة بشأن الأسرى والمفقودين من الجانبين، من الجانب الفلسطيني ومن الجانب الإسرائيلي. إذن نقدر نقول بعد انتهاء الزيارة أن لدينا الكثير من المؤشرات التي يمكن عليها التعويض في تحليل نتائج الزيارة. والمهم كمان في كلام حضرتك أنه تم التطرق إلى ملفات أخرى أكثر تفصيلا من الملف الأكبر والقضية الأكبر. أشكرك جزيل الشكر أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، شكرا على كل ما تفضلت به من حديث. أيضا عبر الهاتف أحمد جمعة، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ أحمد صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ إيمان على حضرتك وكل مشاهدي. خليني أخذ يعني كلام مهم اتقال دلوقتي له علاقة بأخذ ملفات تفصيلية معمقة بدرجة أكبر في الرؤية المصرية المتكاملة أو الشاملة بالنسبة لفلسطين. هنا احنا بنتكلم عن ملفين مهمين، ملف مش جديد زي الانقسام ودعوة وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وملف آخر متعلق بالأسرى والمفقودين. مسألة تضمين هذه الملفات داخل المفاوضات إلى أي درجة مهمة في رأيك؟ بالتأكيد يعني التحرك الذي قام به معالي الوزير عباس كامل خلال زيارته إلى قطاع غزة بالعمل على توحيد صفوف الفلسطينيين بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تحرك مهم، لأن لابد من توحيد الجبهة الداخلية للفلسطينيين لتشكيل برنامج سياسي موحد تتفق عليه كافة الأطراف الفلسطينية كي يتم البدء في عملية التفاوض حول ملفات خلافية، ملف الانتخابات على سبيل المثال، ملف انتخابات رئاسية وتشريعية، انتخابات المجلس الوطني، فكرة استئناف المشاورات بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية كي تكون مصر قادرة على دعوة المجتمع الدولي للمشاركة في إعادة الإعمار. لا يمكن الدعوة لهذا الأمر طالما أن الفلسطينيين أنفسهم منقسمون وغير متفقين على برنامج سياسي.
صحيح. إذن هذا تشخيص جيد للحالة، هذا تشخيص مهم للغاية. كلها محاور مرتبطة ببعض، يعني حضرتك بتقصد أنه مش هيبقى في إعادة إعمار إلا لو في وقف وتهدئة دائمة وشاملة، مش هيكون في كمان دعوة للقوى الإقليمية والدولية من غير ضمانات على الأرض بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني. هنا احنا بنتكلم عن سلسلة من المحاور المتصلة ببعضها اللي ما ينفعش تنفصل. صحيح، وهنا خصوصية الموقف المصري وتميز الموقف الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية من أكثر الدول اهتماما وانخراطا في القضية الفلسطينية من عدة منطلقات ومرتكزات تاريخية وإنسانية. مصر دوما تعمل على دعم حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، ترحيب غير عادي بخطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم اقتباس بعض الجمل التي يؤكد عليها الرئيس. سندعم القضية بالفعل وليس بالقول. نعم. وليس بالقول، هذا يؤكد أن هناك أطراف تزايد. صحيح طبعا، تزايد بهذه القضية، بعكس مصر هي دولة أفعال. مصر تحركت إنسانيا وتحركت سياسيا ودبلوماسيا وتحركت أمنيا، تحركت في المسارات الثلاثة كي تخفف عن أبناء الشعب الفلسطيني. لكن الخبر المهم والخبر السار الذي لم يركز عليه أحد بالأمس أن مصر نجحت فعليا بتثبيت وقف إطلاق النار. حصلت على تأكيدات مباشرة من الجانب الإسرائيلي ومن الفصائل الفلسطينية بالأمس في قطاع غزة، أكدت لمعالي الوزير عباس كامل أن الفصائل ملتزمة بمبادرة القاهرة لوقف إطلاق النار، وأنها ملتزمة بهذا الأمر وستنخرط في مفاوضات سواء مباشرة حول عدد من الملفات ما بين فتح وحماس، أو غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي حول صفقة تبادل جديدة للأسرى، وهي هذا الملف الذي يتم التعاطي معه بشكل منفصل عن ملفات أخرى. الجهود المصرية نجحت بشكل كامل في تثبيت وقف إطلاق النار. الآن لا نتحدث عن تثبيت ملف وقف إطلاق النار، لا، فعليا تم التوافق على هذا الأمر. الخطوة المقبلة هو البناء على وقف إطلاق النار من خلال استئناف المفاوضات، لكن هذا الأمر يتطلب عدة إجراءات على المستوى الوطني الفلسطيني: الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إنهاء الانقسام، المضي قدما في المصالحة، وتجديد الشرعيات، ومن ثم الدعوة لانطلاق عملية. اسمح لي يا أستاذ أحمد، بالأمس كنا في بنتحدث مع السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، وتحدث معنا على أنه هناك تعويل، حتى هو استخدم هذا المصطلح، تعويل مطلق من الجانب الفلسطيني على المبادرة المصرية والرؤية المصرية. كيف من الممكن تفسير هذه الجزئية أو هذا التصريح في رأيك؟ هو تصريح في محله، يعني معالي السفير يدرك أو القيادة الفلسطينية نفسها تدرك أن الدولة المصرية بثقلها العربي والإقليمي والدولي الوحيدة القادرة على حشد الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني، حشد الدعم لهذه القضية، حشد الدعم أيضا لضرورة استئناف العملية السياسية. التحركات التي يقوم بها معالي الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات تأتي بالتوازي مع تحركات أخرى يقوم بها الوزير سامح شكري وزير خارجية من خلال اتصالات مكثفة سواء مع نظيره الأردني أو مع عدد من الدول الأوروبية لتحقيق اختراق سياسي. لكن هذا الأمر، حقيقة الأمر، يصعب تحقيقه في هذه اللحظة لسبب بسيط: هناك انقسامات داخل إسرائيل، لم يتم الاتفاق على حكومة. يعني يقال أن يعني نفتالي بينت ويائير لابيد هم سيتحالفان ويمكن أن يشكل حكومة تطيح بمنيامين نتنياهو، إذن ستعود الأمور من نقطة أخرى مع معسكر آخر. كل هذا يصعب فكرة الحديث عن إطلاق عملية سياسية شاملة. لكن ما يجري الآن على الأرض، مصر تستغل هذا الوقت لتوحيد صفوف الفلسطينيين بتوجيهات من الرئيس السيسي وإنجاز المصالحة، تشكيل حكومة واحدة، الاتفاق على برنامج سياسي، ومن ثم الدعوة لإطلاق برنامج سياسي شامل تكون أساسه المفاوضات القائمة على مبدأ حل الدولتين. في جانب يمكن احنا بنعرض الآن يعني صور حتى على متعلقة بالجانب الإنساني وما تم تقديمه من شاحنات للمواد الإنسانية والغذائية والطبية طبعا من مصر ومن دول أخرى من خلال معبر رفح. يعني عايز أسأل حضرتك سؤال متعلق بهذه الجزئية،
هذا المشهد ليس بجديد، وهناك تعاون وتضامن مجتمعي مصري فلسطيني يعني من زمان، لكن ما يميز هذا المشهد في الحرب الأخيرة أو في الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية الأخيرة؟ إزاي حضرتك بتشوفه أو بتقرأه؟ يعني الحقيقة بداية يعني المشهد الذي أراه الآن يتطلب أن نتوجه بشكر للأجهزة المعنية، المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية، كل الجهات المعنية التي تقوم بملحمة كبيرة، وزارة الصحة أيضا وهيئة الإسعاف لدعم أبناء الشعب الفلسطيني. أنا شرفت بالتوجه إلى معبر رفح لتسليم مساعدات إنسانية وغذائية مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هذه المساعدات يعني للأمانة هي مقدرة بشكل كبير داخل المجتمع الفلسطيني، داخل قطاع غزة. هم يقدرون الدور المصري، يرحبون بمصر عن أي دولة أخرى، يقولون أن مصر الدولة الوحيدة التي يحق لها التدخل في شؤوننا الداخلية. مصر الدولة الوحيدة التي نعول عليها، لأننا نرتبط بعلاقات كبيرة وتاريخية وممتدة مع هذه الدولة. لم تقصر مصر أبدا على أي من المستويات، لكن الجانب الإنساني كان حاضرا. الهدايا التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي لم تتوقف، يعني خير كبير يرسله الرئيس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، ويؤكد بالأمس في تصريحات هامة بضرورة أن تصل هذه المساعدات إلى المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هي رسالة من القيادة السياسية إلى المواطن الفلسطيني البسيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك حجم التحديات، يدرك حجم حاجياتكم إلى دعم عربي، يدرك حجم معاناتكم، وأنه يعمل على حل هذه المشكلات على المستوى السياسي أو الأمني أو الدبلوماسي. ويعني هذا يستحق شكر إلى القيادة السياسية، شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لك سيادة الرئيس أنك حييت القضية الفلسطينية مجددا بعد أن يعني اختفت وحاولت بعض الأطراف وأد هذه القضية وتوظيفها سياسيا. شكرا للقيادة المصرية على هذه الجهود المبذولة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أستاذ أحمد جمعة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. أيضا دكتور محمد عز العرب بينضم إلينا، مدير وحدة الشؤون العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح النور على حضرتك وكل السادة المستمعين والمشاهدين. لما بنبص على ال 15 يوم اللي فاتوا وبنشوف التطور اللي حصل في الخطوات اللي مصر اتخذتها، ما الذي من الممكن التركيز عليه والبناء عليه في مسألة التطور الطبيعي هنا؟ يعني التحرك الدبلوماسي، التحرك الأمني، التحرك السياسي على مستوى دعوة القوى الإقليمية والدولية، وكمان التحرك الإنساني. يعني التحرك المصري بيغلب عليه المسارات المتعددة الاتجاهات. يعني كان هناك تحرك لوقف إطلاق النار، ثم التحرك لتثبيت الهدنة، ثم التحرك لجعل الهدنة تتسم بأنها ممتدة. واللي عايز أقوله في هذا السياق إن التحرك المصري مدفوع بمصلحة محددة جدا، وهي مصلحة الشعب الفلسطيني. يعني ما تراهن عليه مصر هو تحسين مستوى معيشة المواطن الفلسطيني، الوضوء على الصحة الفلسطينية، ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، توحيد الجبهة الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، التوافق ما بين الفصائل المصرية. وكانت زيارة السيد الوزير اللواء عباس كامل حوالين إزاي يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، كيف يمكن تعزيز الجبهة الفلسطينية، لا سيما وإن في لقاء السيد الوزير عباس كامل مع الفصائل الفلسطينية كان مصطحب معه عدد من الوزراء في السلطة الفلسطينية. نعم. وبالتالي هنا الرسالة الأساسية، لا يمكن أن يكون هناك استعادة الأجواء للتفاوض مع إسرائيل مرة أخرى وتثبيتا للهدنة وتجاوز لتعقيدات وتحديات المرحلة إلا بلحمة وطنية فلسطينية داخلية. ووجود الوزراء كمان يا دكتور، وجودهم
متعلق برسالة تانية يمكن حضرتك يعني أخذ رأي حضرتك في المسألة دي، متعلق بأنه لا نملي عليكم اقتراحات أو رؤية، ولكن نحن نريد التفاوض ونريد الإشراك معكم أو التشارك معكم في اتخاذ القرارات والإجراءات المختلفة. وده يمكن عكس اللي دول كتير كانت بتعمله في بعض الأزمات في المنطقة، أنها بتملي عليها إرادتها ورغبتها، وهذا ما لا تفعله مصر أبدا في أي قضية في المنطقة. يعني أحسنتي بالفعل، يعني جزء من الكتالوج للسياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية، مش في شأن الفلسطيني، في الشؤون الداخلية للدول العربية. مصر تتدخل في أي شأن لأي دولة، كل تحركاتنا مرتبطة بتعزيز الجهود السلمية التفاوضية لإنجاح أو تجاوز الأزمات في كل دول الإقليم. مصر تصورها قايم حول مواجهة الإرهاب العابر للحدود، التوقف عن تدخل الإشارة اللي حضرتك قلتيها، تدخل القوة الإقليمية غير العربية عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. لأن مثلا على سبيل المثال بالنسبة للحالة الفلسطينية، كان هناك إشارة من بعض المسؤولين الإسرائيليين ووفد الأمن المصري إلى تدخل بعض القوى الإقليمية بدعم حركة حماس وتزويدها ببعض الأسلحة، اللي هي جزء منها بيؤدي إلى تأجيج المواجهات مع إسرائيل والقدرة على إطلاق الصواريخ على تل أبيب. لكن اللي أنا عايز أقوله فيها، يعني في مرحلة ما بعد الحرب، إن مصر طول الوقت لا تلتقط أنفاسها، تتحرك بشكل سريع صحيح ومتزامن ومع كل هو بالمناسبة الجزئية دي، حتى في الوقت اللي خرج الرئيس السيسي بتصريحات أنه سنظل داعمين بنبذل جهود وسنبذل جهود أكبر في الفترة القادمة، كان في فرنسا يعني كان في مؤتمر للسودان لدعم المرحلة الانتقالية للسودان، ومؤتمر آخر لتمويل الاقتصادات الأفريقية. يعني كان أصلاً أمور متعلقة بالقارة السمراء وتوجه مصر ناحية القارة، ولكن أيضا تضمنت المباحثات القضية الفلسطينية. ده يمكن استكمالا فقط لكلام حضرتك أو جزئية اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها. يعني هو تصريحات السيد الرئيس حوالين أن ستظل القضية الفلسطينية تمثل قضية مركزية واهتمام رئيسي للسياسة المصرية، خاصة وأن السنوات العشر الماضية اللي هي يعني نقدر نقولها كانت أقرب إلى للأسف العشرية السوداء على المنطقة بحكم تحول الحراك الثوري إلى صراعات داخلية، تمدد التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود الرخوة، تشكل ميليشيات كخيارات بديلة لمشروعات الدول الوطنية، فجعل إن لكل دولة عربية قضيتها المركزية بخلاف القضية الفلسطينية، بحيث لم تعد القضية الفلسطينية هي الهم المركزي. الأحداث الأخيرة والدور المصري أعادتها مرة أخرى، صحيح، مرة أخرى في القضية الفلسطينية بالنسبة مهم جدا نتكلم عن إعادة الزخم، لكن على المستوى الدولي يا دكتور، إزاي حضرتك بتشوف أنه ده حصل بالفعل من خلال الجهود المصرية الأخيرة؟ أولا حصل نتيجة إن مصر علاقتها متوازنة مع مختلف الأطراف. نعم. يعني بنشوف علاقتها مثلا على سبيل المثال في الولايات المتحدة والاتصالين الهاتفين المتتاليين اللي قام بيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي، وشكره والإثناء على الدور المصري في المساعدة على وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة ما بين إسرائيل والفلسطينيين. جزء منه مرتبط بزيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى مصر في هذا السياق. حتى كما أشرت حضرتك أن الزيارة اللي كان الرئيس موضعها مركز بشكل أساسي في باريس حول مساعدة جهود الحكومة الانتقالية السودانية لتجاوز تعقيدات المرحلة الانتقالية ودعم الاقتصادات الإفريقية في مواجهة
مرض وبائي سريع الانتشار مثل كوفيد 19، ويجعل من محادثاته المشتركة مع ماكرون اللي كانت تصريحاته تميل للجانب الإسرائيلي إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، كل ده طبعا بخلاف بقى الإطلاق الرئيس منحة تخصص لإعادة إعمار قطاع غزة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، صحيح، على نحو يشير إلى أن الرؤية المصرية تعزز الاستقرار، تعزز يعني الرؤية المصرية قايمة حول حدوث نوع من التحول من الصراع إلى السلم، تحول من بدلا ما في بعض القوة اللي هي من مصلحتها تعزيز الانقسام الفلسطيني، المزيد من إشعال الحرائق في المنطقة ومنها في الساحة الفلسطينية، لكن الدور المصري بيعمل شيفت للصراع، تحويل للمواجهات ويمكن لتلك الهدنة. ويمكن ده كان فعلا التوجه المصري طوال السنوات الماضية، ليس فقط ناحية القضية الفلسطينية ولكن حتى ناحية كل الدول في المنطقة، مسألة إسكات البنادق ووقف الإرهاب والجماعات المتطرفة. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد عز العرب، مدير وحدة الشؤون العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور كامل أعضائه بمقر الشركة بالأمس، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وبحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة. أكد رئيس مجلس الإدارة على استمرار الشركة في خطة التطوير والتحديث في كافة قطاعات الشركة وشركاتها التابعة، خاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام، والذي سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية. أكد رئيس مجلس الإدارة على البدء الفوري في تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الأداء وتمهيدا لطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية. وفي إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه بالأمس تعيين الأستاذ أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة وتحرير جريدة وموقع اليوم السابع. كما قرر المجلس تعيين الأستاذ خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.
كان الأستاذ أكرم القصاص يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لموقع وجريدة اليوم السابع، وهو كاتب ومحلل سياسي واجتماعي. بدأ عمله الصحفي منذ منتصف الثمانينات في صحيفة الشعب الأسبوعية، كما عمل في صحف الأهالي والدستور الأسبوعية، وشارك في تأسيس جريدة العربي التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير، وحرر فيها صفحة الجورنالجية التي مثلت خطوة مهمة في النقد السياسي والاجتماعي الساخر، ليحصل عام 2001 على جائزة أحمد رجب للكتابة الساخرة من نقابة الصحفيين المصريين. كانت المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة، وتميزت كتاباته بابتكار يجمع بين السخرية والجدية في سياقات واحدة، مع قدرته على توليد ألفاظ وعبارات وعناوين بتجمع وتوضح الفكرة وتجذب القراء. شارك أيضا الكاتب الصحفي أكرم القصاص في تأسيس صحف وتجارب مختلفة مثل مصر الفتاة والموقف العربي ونهضة مصر واليوم السابع. نبدأ فقرتنا الأولى في هذا الصباح بتحتفل مصر اليوم بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى الأراضي المصرية. هي المناسبة الروحية اللي بيتم إحيائها في الأول من يونيو من كل عام، وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس الاحتفالية التي نظمها معهد الدراسات القبطية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق، بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة لأرض مصر التي أقيمت في مسرح الأنبار ويسبي الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وذلك في إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذي اعتمدته الدولة المصرية مسارا سياحيا عالميا. بهذه المناسبة بينضم إلينا عبر كاميرا أكسترا نيوز القمص مكاري تادروس، كاهن كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا الخيمة. أهلا بحضرتك معنا، صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك. خليني أوجه لحضرتك الأول التهنئة بمناسبة طبعا عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة لمصر. أبرز مظاهر الاحتفال هذا العام، وإزاي الكنيسة أحيت هذا الاحتفال وكمان في ظل كورونا وفي ظل الإجراءات الاحترازية؟ تفضل. أشكرك طبعا على اهتمامك، وأشكر القناة على اهتمامها. كل سنة وجميعنا كلنا بخير. مجيء السيد المسيح إلى أرض مصر هو بركة لأرض مصر كلها وبركة لكل شعبها. وبالنسبة للاحتفالية طبعا الكنائس كلها النهاردة صلت قداس مخصوص بالاحتفالية ديت، والقداس بيبقى له طقس مخصوص وله زي زفة كده بنعملها بهذه المناسبة، وعشية القداس بيبقى فيه زفة بهذه المناسبة وفيها ألحان خاصة وترانيم خاصة بالمناسبة ديت. طبعا امبارح كانت الاحتفالية أكثر من رائعة اللي نظمها معهد الدراسات بالاشتراك مع جامعة الزقازيق في مسرح الأنبر ويس في الكاتدرائية، وكان طبعا سيدنا البابا باركها وحضرها، وكان يوم رائع وكان يوم جميل وكانت احتفالية يعني مؤثرة جدا. طبعا لولا موضوع الكورونا كانت الاحتفالات هتبقى أكتر، وكان نسبة الحضور والمشاركة كمان تبقى أعلى، لكن طبعا أهو يعني بنحاول إن إحنا مع الاحترازات إن إحنا برضو نتمم الاحتفاليات بتاعتنا، لأن طبعا مجيء المسيح إلى أرض مصر مناسبة هامة جدا لكل أرض مصر. بالتأكيد، الحقيقة إنه هذه المناسبة بتعبر فعلا عن التراث والتاريخ المصري والحضارة المصرية، وكلنا بنعتز بيها، كل مصري بيعتز بيها، والدولة المصرية قطعت شوط كبير جدا في إحياء مسار العائلة المقدسة كمشروع تنموي مهم جدا وسياحي عالمي. لكن بمناسبة وجود حضرتك معنا في هذه المناسبة، عايزة من حضرتك بعض العظات والقيم اللي تقولها للمشاهدين والمتعلقة برحلة السيد المسيح. طبعا في قيم كثيرة جدا بنتعلمها من رحلة السيد المسيح. السيد المسيح لما جه هو كان في الأساس بيبعد عن وجه هيرودس، وهيرودس كان عايز يقتل المسيح. طبعا كان السيد المسيح ممكن ان هو
بتدبيره وبقوة كلمة الله وبقوته إن هو يقدر ينتقم من هيرودس، أو ممكن إن هو يواجه الشر بكل قوته. ولكن ادانا درس إن أحياناً الهروب من وجه الشر عشان ما يبقاش في مزيد من العنف أو في مزيد من النوع البغضة يعني. فسيد المسيح بيدينا درس منذ 2000 عام ربما بنحتاجه لحد النهاردة، لسه الدروس دي ما تأصلتش في البشرية. احنا بنشوف العنف بين الدول والعنف بين الشعب الواحد وبين طوائف مختلفة ممكن تبقى في بلد أو في جيرة، فما زالت الفكرة نفسها محتاجة أنها تترسخ جوانا. دي القيمة الأولى. القيمة الثانية هي حياة البساطة. السيد المسيح لما جه أرض مصر جه وكأنه غريب، مع أنه هو الإله المتجسد، فكلمة الله المتجسد وهو يجي لما يسكن في وسطنا من أجل أنه يعلن ذاته ويظهر للإنسان، يجي بكل بساطة ويجي بكل اتضاع. فأيضا هذه الأمور تحتاج مننا أن احنا نتأملها عشان ناخد الدرس اللي فيها، بالإضافة إلى محبته لأرض مصر لأنه أعطى بركة في كل مكان. والمفروض أي إنسان فينا ياخد نفس هذه الفضيلة، أنه منين ما يحط رجله أو قدمه في مكان يكون سبب فرح للناس، ما يكونش سبب حزن أو يكون سبب مشاكل. وطبعا قيم كثيرة وفضائل كثيرة ممكن نتعلمها من زيارة السيد المسيح إلى أرض مصر. الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت أماكن كتير جدا وبتنتشر في محافظات مختلفة من مصر بتشملها هذه الرحلة، لكن عايز أسأل حضرتك هذا المشروع بتعمل عليه الدولة، طبعا وزارة التنمية المحلية، وزارة السياحة والآثار، وطبعا الكنيسة، إيه أهميته بالنسبة للسياحة العالمية كما بتتابع حضرتك؟ وأيضا كلمة وزير السياحة والآثار في الاحتفال مردودها بالنسبة لحضراتكم. في الحقيقة الدولة بتقوم بمجهود كبير مشكورة بأنها بتحاول أن جميع النقاط اللي زارها السيد المسيح في زيارته الأرض مصر، زي مثلا أنتوا عارفين أنه دخل من ناحية العريش وبعدين زار الفرمة ناحية بورسعيد وبعدين نزل على تل بسطة وبعدين زار الدلتا في كذا حتة زي مثلا دقدوس أو كده، وزار مسترد في شبرا الخيمة، وبعدين ابتدى يتجه جنوبا لحد أسيوط، ومنها زار طبعا المنيا وزار صملوط وزار دير درونكا في أسيوط ودير المحرق في أسيوط، وثم في النهاية من أسيوط بعد مرور تقريبا ما بين سنتين لثلاثة في أرض مصر اتجهوا للعودة إلى أرض فلسطين تاني. فالنقاط دي كلها الدولة مهتمية جدا بيها بأنها بتحاول تجعلها نقاط زيارات سياحية، يعني بتهتم دلوقتي بتوسيع الميادين المطلة عليها، إذا كان في باركينج جراجات للسياحة، إذا كان في بعض مثلا المطاعم أو الحاجات زي كده. فالدولة دايما بتحاول أنها جميع النقاط الزيارة بتحاول تجعلها نقاط سياحية، ودي طبعا إذا كان الملف بيتقدم في اليونسكو. طبعا أنا يعني كنت قريت أنه مازال الملف موضع الدراسة من جهة اليونسكو، ويعني وانس ان هو يعتمد من هناك وتدخل الرحلة خط السير وتدخل انها موضع زيارات عالمية متفق عليها، ففي الحالة دي طبعا العالم كله هيقدر يستمتع ويتبارك بالاماكن السياحية دي، ودي اماكن سياحة دينية مقدسة العالم كله بينشد وبيتطلع انه يزورها. لكن هي ممكن تكون محتاجة شوية وقت من جهة الملف، ومحتاجة شوية وقت من جهة إن إحنا بنظبط الميادين ونظبط الطرق بتاعتها، ويعني استيعابها السياحي يكون جاهز. هو بالفعل في كتالوجات توثيقية بتعمل عليها الدولة موجودة بلغات مختلفة يعني، وده للهدف اللي حضرتك ذكرته إنه بيتم إيصالها لمختلف شعوب العالم وبالتالي يدركوا أهمية هذه الأماكن. حضرتك يمكن اتكلمت حتى عن الدخول من شرق مصر شمال سيناء وحتى مرورا بكل الأماكن اللي حضرتك ذكرتها لحد جنوب مصر أقصى جنوب مصر والوصول إلى أسيوط.
أنا عارفة كمان إنه الاهتمام بهذه الأماكن ليس فقط الاهتمام بالمباني أو الكنائس أو الأماكن التراثية، لكن كمان بكل الأماكن المحيطة بها، الميادين والشوارع وكل الأماكن المحيطة بها عشان تكون أفضل بالنسبة للسائحين. توقعات حضرتك كده للمستقبل بعد ما يتم الانتهاء من المشروع ووفود السائحين الأجانب إلى هذا المسار المقدس؟ صدقيني هي هتبقى يعني خير كتير لأرض مصر وأيضا خير للعالم كله، يعني يمكن بس بعد جائحة كورونا لما تعدي، لأن طبعا حسب الإحصائيات يقولوا 70% من السياحة متوقف بسبب الوباء العالمي دوت، لكن بعد إن شاء الله لما العالم يسيطر والناس كلها يعني تاخد التطعيمات والدنيا تبقى أفضل، أعتقد إن هيبقى في ضخ سياحي عالي جدا لأرض مصر. نمرة اتنين، العالم كله هيستمتع، الناس كلها بتنشد انها تشوف الاماكن المقدسة ديت. يعني احنا عندنا ارض مصر هي تعتبر مزار مقدس زي القدس الثانية، يعني اذا كان المسيح مثلا ولد وصلب في فلسطين ولكنه عاش في ارض مصر وبارك واسس واقيم عليها اديرة عظيمة جدا وعريقة منذ أكثر من 1600 عام في أديرة تم إنشائها، فطبعا دي كلها تعتبر بالنسبة للسائح مطلب ومكسب إن هو يجي يزورها ويشوف الناس دي عاشت إزاي ويشوف المسيح زار فين والأماكن اللي حصل فيها بعض المعجزات وأخذ التسميات تنسب للمعجزة أو تذكرنا بالمعجزة، زائد كمان الحياة اللي تمت فيها من 1600 سنة، يعني الكنائس اللي أنشئت لحد النهاردة يعني مئات السنين، فهي برضو لوحديها في حد ذاتها مزار تاني، فيعني هيبقى فيها نهضة وانتعاش سياحي لمصر وأيضا فيها تحقيق لمطالب كثير من شعوب العالم، لأن السيد المسيح يعني ليس فقط المسيحيين هم اللي بينشدوا أنه يزوروه، ولكن كل العالم يحب ان هو يجي يشوف الاماكن اللي زارها السيد المسيح ويتبارك بيها مع الاماكن اللي زارتها طبعا امنا العذراء مريم وبركتها. طبعا هو غير قاصر فقط على الدين، ولكن هو حضاره وتراث وتاريخ عريق بالتاكيد. طبعا خليني اسال حضرتك سؤال تاني متعلق بالاحتفالات، وهرجع تاني لبدايه حديثنا عن الاحتفالات الان فيما يتعلق حتى بزياره الكنائس والعبادات في ظل جائحه كورونا. محتاجه من حضرتك بعض النصائح، بعض الارشادات للمواطنين فيما يخص هذا الوباء، فيما يخص الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي. هو في الحقيقة يعني أنا أعتقد أن شعبنا يمتلك وعي عالي جدا، لكن إحنا بس بنراجع أو بنؤكد أن طبعا الاهتمام بالاحترازات، يعني لما الواحد بيكون في مكان مغلق لازم يلبس الكمامة، ولما يكون في جنبه ناس لازم يلبس الكمامة، اللي يشعر بأي شيء من إذا كان حرارة أو تكسير في العظم أو يشعر بأي أعراض ممكن ما ينزلش من بيته ويخاف على غيره، وفي نفس الوقت هو برضو يخاف على نفسه، لأن هو إذا كان هو عنده استعداد للمرض أو عنده بوادر وإذا لقط كمان مرض من حد تاني فبيبقى الفيرال لود عالي جدا عليه، فهو الإنسان برضو لازم يبقى حريص ويبقى مركز، وكمان يحاول يبعد حتى عن أدوار البرد البسيطة اللي هي المعتادة بسبب مثلا أجهزة التكييف والمراوح، لأن الكلام ده كله ممكن يقلق. النهارده دور البرد لوحده بقى مكلف حتى لو ما كانش كورونا، لان الواحد بيقلق وبيعمل تحاليل وبيعمل اشعه على الصدر وبيعمل، فاذا كنا دايما محترزين ده شيء حلو. والاروع بقى ان كلنا نتجاوب مع توجهات ومجهودات الدوله في توفير التطعيم للناس، لان في ناس لسه ما زالت متخوفه، واحنا شفنا يعني طبعا على الميديا وفي التلفزيون وغيره كل الناس اتطعمت، سيادة الرئيس اتطعم، قداسة البابا اتطعم، كل القادة كانوا بيعلنوا قاصدين ان هم يشجعوا الناس ان مفيش قلق، فاحنا كلنا يا ريت لو احنا اتطعمنا يعني هنكسر السيركل بتاعة الفيروس ان هو بيلف بين واحد وواحد،
لكن لما يجي عند حد متطعم ويقف مش هينتشر أكتر من كده، ويبقى احنا بعد كده هنخلع الكمامات في الطرق والحياة تعود طبيعية، والتجارة والصناعة والاقتصاد الدنيا تبقى كلها طبيعية. فياريت الناس تتجاوب مع الإجراءات الاحترازية من جانب، زائد التطعيم من جانب آخر. هل هناك إجراءات تم اتخاذها داخل الكنائس متعلقة بالتمهيد لعودة العظة الأسبوعية للبابا توادروس؟ إحنا بننتظر بشغف. هو كان قداسة البابا كان أعلن في أسبوع الآلام اللي فات في شهر إبريل أن الاجتماع هيتوقف لحد نهاية الخمسين المقدسة، فكده يبقى إن شاء الله يمكن هيبقى الأربع 22 أو 23 يونيو بداية أو بداية جديدة لاجتماع قداسة البابا، وإحنا إن شاء الله ننتظر بشغف ان احنا نشوفه الشعب كله وياخد بركته في الاجتماع. وفي نفس الوقت يعني هو تكون الكورونا هديت شوية، لان السنة اللي فاتت يعني الخبرة قالت ان في الصيف بعد شهر 6 الدنيا هديت لحد شهر 10 تقريبا، فان شاء الله يبقى برضو مزيد من الامان لكل الحاضرين يعني. على أي حال أنا بشكر حضرتك وبهنئ نيافتك مرة تانية طبعا بذكرى مرور العائلة المقدسة لمصر، وجزيل الشكر على كل اللي حضرتك تفضلت به، القمص مكاري تادروس كاهن كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا الخيمة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا النهاردة. الآن مشاهدينا الكرام هنستعرض مع حضراتكم مجموعة من المعلومات عن مشروع مسار العائلة المقدسة في مصر، أترككم مع هذا العرض المعلوماتي إلهام، ونلتقي من جديد على رأس الساعة في موجز الأخبار. أهلا بحضراتكم من جديد في هذا الصباح. نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والأثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من اليوم الأول من يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامات على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين. في حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولا سيما الأماكن اللي بتشهد تكدس ملحوظ، مع استمرار تطبيق الغرامات على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، واللي من بين هذه المخالفات منع تقديم الشيشة، كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد والتشديد على منع كمان إقامة سرادقات العزاء والأفراح والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين نظرا لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة بيصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية. تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد. عبر الهاتف دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. دكتور خالد صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة إيمان وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. الأخبار الحقيقة والقرارات أسعدت الناس، لكن مهم كمان نركز على
المخالفات وازاي هيتم مواجهتها والتعامل مع اللي مش هيطبق الاجراءات الاحترازيه او مش هيطبق او هيخالف المواعيد المقرره. يعني خليني اقول لحضرتك انه بالفعل اللجنه العليا لاداره فيروس كورونا المستجد برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء في لقائها الاخير او الامس اخذت مجموعه من القرارات زي ما حضرتك تفضلتي فيها نوع من الانفتاح والبحبوحه بالنسبه واستجابه من ناحيه لطلبات اهلنا في المحافظات المصريه، لكن من ناحيه ثانيه في اطار تطبيق كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه وتحقيق التباعد الاجتماعي من جانب ثاني التاكيد على تغليظ العقوبه لمن يصر على المخالفه بالغلق بدل من اسبوع تبقى اسبوعين او بدل من اسبوعين تبقى شهر، ولا يجوز الفتح الا ب يعني ترخيص كتابي من جانب المركز التكنولوجي او الحي اللي موجود في المحل، وبالتالي تاكيد برضو على ارتداء الكمامه وعدم دخول اي مؤسسه من غير ارتداء الكمامه، كذلك اي وسيله نقل عامه لا يجوز ركوبها الا بارتداء كمامه. خليني اقول لحضرتك من باب متابعه المحافظات المصريه لتغليظ العقوبات فيما يتعلق بالمحلات والانشطه الترفيهيه المخالفه، عدد المحل اللي تم غلقها منذ تطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه 61684 محل، المقاهي مثلا حوالي 53900، المطاعم حوالي 33950، مخالفات مثلا الكمامه يعني حتى يوم الجمعه الماضي حوالي 212840، وده منذ 3 يناير اللي فات على مستوى المحافظات المصريه. ده بيؤكد على ان الدوله من خلال كافه القطاعات بتاعتها حريصه على تطبيق كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه من جانب، وده الهدف الرئيس منه المحافظه على صحه اهلنا في المحافظات المصريه. فمع انه المحال العامه النهارده بتفتح والمولات التجاريه عدا طبعا الكافيهات والبازارات اللي موجوده فيها حقيقه عليها بتفتح من 7 صباحا ل 11 مساء صيفا، وبتزيد حتى الساعه 12 في ايام الخميس والجمعه وايام الاجازات والاعياد. اما الكافيهات والمطاعم بما فيها اللي موجوده في البازارات من 5 الصبح لواحدة بالليل، ولها ان هي على مدار 24 ساعه بالتليفون توصيل الطلبات الدليفري للمنازل ليس اكثر. الورش اللي موجوده في المناطق السكنيه من 8 الصبح ل 7 بالليل، وبالتالي عدا طبعا الورش اللي على الطرق الرئيسه لانها لها الحاله الطارئه بتاعتها، فبيصدر لها قرار من رئيس اللجنه العليا لتراخيص المحل العامه السيد وزير التنميه المحليه، باستثناء هذا طبعا الصيدليات، الافران، محل طبعا السوبر ماركت والبدالين وكده. فده من الاهميه بما كان ناكد عليه انه تطبيق كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه حفاظا على سلامتنا وعلى صحتنا. بالتاكيد يعني بالحقيقه حضراتكم بتبذلوا جهد كبير جدا على مستوى المحافظات كلها في مساله تطبيق الاجراءات الاحترازيه، ومساله كمان الاشراف والرقابه على الناس انها تلتزم، لانه الحقيقه المشكله انه في الناس لسه مش مستوعبه. خليني اسال حضرتك من خلال المتابعه والرصد، ايه توقعاتكم بالنسبه للمرحله القادمه مع التوقيت الصيفي ومع المواعيد الجديده؟ يعني هل بالفعل المواطنين واصحاب المحلات واصحاب المطاعم والكافيهات تطبيق الغرامات عليهم وتطبيق القانون عليهم بالفعل كان ليه دور في انه يلتزموا بعد كده خوفا من الاغلاق لمده اكبر؟ أكيد يا فندم، ده شق من ناحية، يعني ده يعتبر شق، والشق الثاني هو استجابة اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا في ضوء التطورات اللي بتحصل على الأرض، وفي ضوء التنامي الوعي الصحي، وفي ضوء تنامي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية من تطهير من تعقيم. كمان دورنا كوحدات محلية وتواصلنا كوزارة مع منظمات المجتمع المدني إنها تبقى إيد في إيد معانا في عملية التوعية بالنسبة لأهلنا كبار السن، التيسير عليهم فيما يتعلق بصرف معاش أو التطهير والتعقيم للشوارع وللمباني يعني الوحدات الخاصة بالصرف الآلي، المكاتب الخاصة بصرف المعاشات إلى غير ذلك. إن إحنا عاملين من شباب المجتمع المدني متابعة غرفة كورونا الأسعار بحيث إن إحنا يبقى في تواصل
دائم معانا ومعاهم على الأرض في مختلف المحافظات، فتح مبادرة صوتك مسموع لتلقي أي اقتراحات وشكاوى من أهلنا في المحافظات المصرية، الربط الرئيس ما بين غرفة عمليات الوزارة عندنا وغرف الأزمات والعمليات في المحافظات مع الغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء، كل دول خلايا عمل بتشتغل على الأرض مع أهلنا في المحافظات المصرية. التأكيد على دور قطاع التفتيش والمتابعة في الوزارة بأفروع المختلفة مع وحدات الرصد اللي موجودة مع وحدات المتابعة التابعة للسادة المحافظين اللي بتتابع على الأرض تنفيذ هذه الإجراءات، كل دول بيشتغلوا في عملية المتابعة والتقييم والمراجعات الدورية، حتى أن زي ما أعلم معالي الوزير اللي هو محمود شعراء وزير التنمية المحلية أنه تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية أحد أدوات التقييم بالنسبة لزملائنا في قيادات الإدارة المحلية في المحافظات المصرية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة على كل ما تفضلت به من حديث. نروح لخبر آخر وحملة أخرى. أطلق المجلس القومي للمرأة بالدقهلية حملة توعوية بعنوان احميها من الختان، التي تهدف إلى نشر الوعي بقضية ختان الإناث في قرية الشناوة بمركز شربين بالدقهلية، واللي سبقتها وتتبعها حملات أخرى للتوعية بأضرار الختان ختان الإناث، إلى جانب التوعية بأهمية التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد من خلال نشاط المجلس القومي للمرأة وتسييره حملات طرق الأبواب بالقرى المختلفة. المزيد من التفاصيل بنستعرضها مع حضراتكم في التقرير التالي. أطلق المجلس القومي للمرأة بالدقهلية حملة توعوية بعنوان احميها من الختان، والتي تهدف إلى نشر الوعي بقضية ختان الإناث بقرية الشناوي بمركز شربين بالدقهلية. المجلس القومي للمرأة الحقيقة له دور كبير جدا وفعال جدا في طرق الأبواب. احنا بنوصل للناس لحد عندهم وبنتكلم معاهم بمليون رسالة عن أي وسيلة تانية. احنا كان عندنا في الفترة اللي فاتت من 25 لـ 27 حملة عن أهمية التسجيل للتطعيم، والحمد لله استهدفنا 37 قرية بست مراكز ووصلنا إلى 9100 زيارة منزلية، استهدفنا 25665 فرد سواء من النساء أو الرجال. حملات طرق الأبواب في شتى الموضوعات من ضمنها مناهضة العنف ضد المرأة والختان. النهاردة برضو بنعمل حملة طرق أبواب في قرية كفر الشناوي في شربين، ودي من القرى الأكثر احتياجا أو من القرى اللي هي داخلة في مبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة. بنوضح للسيدات أهمية مناهضة الختان والعقوبة اللي ممكن تتوقع توقع على اللي بيعمل الختان ده، سواء يعني روج لعملية الختان أو سواء طبيب أجرى عملية الختان أو سواء ممرض، فبنعرفهم بقانون الختان والعقوبات اللي هي الواقعة على سواء الطبيب أو الممرض أو من روج أو من ساعد في إجراء عملية ختان لأي أنثى. كما نظمت عضوات فرع المجلس القومي للمرأة حملات في قرى الدقهلية للتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا، وهو ما قوبل باستجابة من الأهالي. ويتم أيضا تنفيذ حملة طرق الأبواب من خلال فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها. احنا الحمد لله نازلين حملات توعية عن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. طبعا احنا نزلنا الحقيقة قرى كتير، منها قرية الدبوسي والحصص وابو جلال، والنهاردة متواجدين في قرية الشناوي، بكرة ان شاء الله برضو عندنا اجا. والحقيقة احنا جبنا التطعيم بتاع فيروس كورونا عندنا في المجلس في مقر المجلس القومي للمرأة، وان شاء الله بيبقى في تنسيق مع وزارة الصحة بحيث ان احنا نقدر النهاردة نوفر التطعيم عن طريق المجلس.
والحقيقة أنا شايفة أن بالعكس الوعي بين المواطنين زايد جدا، والناس مقبلة والناس عايزة فعلا تحصل على التطعيم لأنها حاسة بخطورة الموضوع. النهاردة في بداية الحملة، الحملة القومية لمناطة الختان اللي بيقوم بيها المجلس القومي للمرأة، واحنا المجلس أطلق حملات متعددة في مجالات مختلفة، من والختان من أهم الموضوعات اللي نهتم فيها لأن هي في صالح المرأة المصرية. الفتاة المصرية طبعا بنوعيها بأهمية أنها تحافظ على حقها، أن هي تعيش حياتها بشكل سوي. وتعتبر حملة طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة أحد الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي كللت جهودها مؤخراً بصدور القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل قانون العقوبات الذي تضمن تجديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم المتعلقة بجريمة ختان الإناث. أهلا بحضراتكم من جديد. تقف مصر بقوة في مواجهة أي تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية للحفاظ على ما حققته الجهود المصرية من تهدئة ساهمت في وقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفع بوفود أمنية لتثبيت وقف إطلاق النار واستغلال التطورات الأخيرة للعودة إلى مسار السلام، مع تأكيد الرئيس على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير. ينضم إلينا الآن في استوديو هذا الصباح لمزيد من المناقشة دكتور أسامة السعيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. دكتور أسامة أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة أنه على مدار 15 يوم تقريبا كان في عدد من الخطوات اللي كان أخرها يمكن على المستوى الأمني أو الدبلوماسي أنه الفصائل الفلسطينية أعلنت التزامها للسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة بوقف إطلاق النار والالتزام بالتهدئة، لكن عايز أسأل حضرتك إزاي شفت التسلسل بتاع هذه الخطوات؟ يعني الحقيقة مصر تعاملت منذ بداية الأزمة بمنهج واضح ورؤية واضحة للتعامل مع الأزمة، تحركت على الصعيد الميداني. الوفود الأمنية المصرية كانت هي الموجودة على الأرض بالفعل حتى خلال التصعيد الدموي اللي شفناه في قطاع غزة في مواجهة 11 يوم الأخيرة. مصر سابقت الزمن من أجل التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، نجحت بالفعل في وقف إطلاق النار بعد 11 يوم، وبالمناسبة ده رقم أو ده زمن قصير للغاية في ظل التجارب اللي احنا شفناها في تجارب التصعيد في الأراضي المحتلة. يعني لو استعدنا بالذاكرة الأزمة الأخيرة أو المواجهة الأخيرة اللي كانت سنة 2014 استمرت 51 يوم. النهاردة مصر استطاعت من خلال ضغوط كبيرة جدا ومن خلال تحرك مكثف واتصالات مكثفة مع كل أطراف الصراع أنها تتوصل إلى هدنة تستقر وتستمر حتى هذه اللحظة بعد 11 يوم من الصراع الدامي. ده الحقيقة حقق زي ما حضرتك أشرت في المقدمة حقن لدماء أشقائنا الفلسطينيين. مصر لم تتوقف عند مسألة الهدنة والتوصل إلى وقف إطلاق النار، بدأت في بالتزامن مع جهود مكثفة سواء على المستوى السياسي ومن خلال الوفود السياسية، من خلال الاتصالات اللي بيجريها سيادة الرئيس وكبار المسؤولين المصريين، وأيضا تحركات على الأرض من خلال وفود أمنية رفيعة المستوى. شفنا زيارة الوزير عباس كامل إلى الأراضي المحتلة، التقى مع الرئيس محمود عباس، التقى مع قادة الفصائل الفلسطينية، التقى أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. شفنا كمان انفتاح مصري على استقبال مسؤولين إسرائيليين منذ سنوات طويلة لم نشهد وزير خارجية إسرائيل بيأتي إلى القاهرة لمزيد من التشاور. بالتزامن كمان تحرك إنساني على سبيل أو على مسار دعم الشعب الفلسطيني. فمصر بتتحرك الحقيقة في عدة مسارات بتسابق الزمن، وأعتقد أن ده اللي وفر هذه الزخم وهذا الحضور الكثيف في كل المسارات، وده اللي أكد أن مصر جادة تمام الجدية وتستطيع أن تمتلك كل الخيوط للتوصل إلى هدنة طويلة المدى. في بعض التوجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منها اللي متعلق ب مسائل مصر ليها تاريخ فيها زي الانقسام الفلسطيني مثلا، وفي منها متعلق بقضايا حالية بتهم المواطن الفلسطيني زي الأسرى والمفقودين. البعض بيقول يمكن كان معانا حتى مداخلة كان أحد الخبراء بيتكلم عن فكرة إنه مصر بتحاول استغلال ما يحدث الآن في إسرائيل من اختلاف على تشكيل حكومة وهكذا لاستغلال الوقت في تحقيق
وحدة فلسطينية فلسطينية، وبالتالي التعامل مع الطرف الإسرائيلي ككيان واحد. إلى أي درجة حضرتك متفق، وإيه اللي على السلطة أو على الفصائل الفلسطينية أنها تقوم به لاستغلال هذه الرؤية المصرية؟ يعني الحقيقة أنا أعتقد أنه توحيد البيت الفلسطيني وتهيئة الأجواء داخل البيت الفلسطيني هي مسألة تتجاوز الظروف الموجودة في إسرائيل أو غير إسرائيل، بدليل أنه مصر بدأت هذا المسعى منذ فترة طويلة. وجدنا أنه حتى قبل التصعيد الأخير في المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية، كانت مصر صاحبة جهد كبير جدا واستطاعت أن تصل إلى توافقات ما بين الحركات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات، وبالتالي كان ده هم دائم وله أولوية، بند له أولوية على أجندة الأولويات المصرية في التعامل مع الشأن الفلسطيني. مصر تتعامل مع توحيد الفصائل الفلسطينية على أنه خيار استراتيجي لا بديل عنه من أجل خدمة القضية الفلسطينية، فبالتالي أنا لا أتفق الحقيقة مع فكرة استغلال الظروف الموجودة في إسرائيل. أنا أتصور أنه الظروف الموجودة النهاردة في إسرائيل بتمثل عقبة أمام الجهود المصرية وليست العكس، بدليل أنه التصعيد الإسرائيلي هو محاولة لاكتساب أو إرضاء الناخب الإسرائيلي في المقام الأول، محاولة لإظهار مزيد من التعنت وكأنها رسالة للتيار المتشدد في الشارع الإسرائيلي. فبالعكس أنا بتصور أن ده ضغط أو بيمثل مزيد من الضغط على الجهود المصرية ومزيد من التحدي للجهود المصرية، وده اللي يخلينا كمان نتصور لأنه مسألة أنه يعني يتم تثبيت هذه الاتفاقات، ده محتاج استقرار في الجانب بالضبط، ومحتاج كمان إرادة من الجانب السياسي الآخر ومن الجانب الإسرائيلي أنه يلتزم بهذه الاتفاقات وما يلجأش إلى التصعيد في محاولة ليه بس رسائل انتخابية للناخب الإسرائيلي عشان يستغلها في الانتخابات. طب دكتور أسامة، في جزئية مهمة الحقيقة كانت كمان في توجيهات الرئيس لما تمت الدعوة إلى القوى الإقليمية والدولية لمساعدة مصر في تنفيذ رؤيتها فيما يخص إعادة الإعمار وفيما يخص هذه الجهود الدبلوماسية. الحقيقة أنه الجزئية دي مهمة لأنه طبعا حضرتك تعلم والجميع يعلم أنه القضية الفلسطينية تراجعت على المجتمع الدولي، بتكلم عن المجتمع الدولي فترات طويلة جدا. إلى أي درجة هذه التوجيهات بتشوفها أنها في محلها في هذا التوقيت، واستغلال كمان لحالة الزخم اللي موجودة دلوقتي؟ يعني أنا أعتقد أن مصر بالفعل نجحت في إعادة وضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على أجندة أولويات المجتمع الدولي. زي ما حضرتك أشرت وأنا متفق تماما معاكي، القضية الفلسطينية تراجعت لصالح قضايا أخرى أكثر سخونة في المنطقة زي الأزمة السورية، الأزمة الليبية، الأزمة اليمنية وغيرها من الأزمات. حتى الدول الكبرى يعني أبدأ الصين، الحرب التجارية، روسيا والنيتو بالزبط. يعني في قصص كتير جدا. وخلينا نكون صراحاء، الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية السابقة وقبل لها إدارة أوباما حاولوا الانسحاب بشكل أو بآخر من ملفات الشرق الأوسط بشكل والتركيز على مناطق أخرى أكثر أولوية بالنسبة للسياسة الأمريكية. الحقيقة هذا الخروج الغير محسوب وهذا الانسحاب من ملفات مهمة جدا في الشرق الأوسط أدى إلى تراجع القضية الفلسطينية وتراجع أولوية القضية الفلسطينية. مصر الحقيقة من خلال جهودها الدبلوماسية ومن خلال وجودها الفاعل في المنظمات الدولية وعلى المستوى على المسرح العالمي استطاعت أنها تعيد مرة أخرى الحديث عن القضية الفلسطينية، استطاعت أنها كمان تدفع بإدارة الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة الرئيس جو بايدن أنه يعيد اهتمامه مرة أخرى ويوفد وزير خارجيته إلى المنطقة، وأنا أعتقد أنه ده ما كانش على أجندة أولويات الإدارة الأمريكية. كمان مصر نجحت بشكل باهر جدا وبشكل حقيقة كل حتى الأوساط الدولية النهاردة بتتكلم على النجاح المصري في إعادة فرض مصر كقوة إقليمية مهيمنة وقوة إقليمية قادرة على نزع فتيل الأزمات في المنطقة ومحاولة تسهيل الأمور في الكثير من القضايا الملتهبة والمشتعلة. شفنا الدور المصري اللي عملته في ليبيا وحقن دماء الشعب الليبي ونجحها في إنقاذ الشعب الليبي من مصير كان يراد له مصير مجهول الحقيقة. شفنا كمان نجاح مصر في المشاورات اللي بتجري مع في أمن المتوسط، شفنا السودان يعني دعم السودان في الخروج من أزمتها، وبالتالي كمان إنقاذ غزة ووقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المحتدم. أنا أعتقد أن ده نجاح هائل ومبهر للإدارة المصرية والقيادة المصرية. في جانب آخر متعلق بمسألة أنه يتم الدخول أو يتم الحديث عن نقاط تفصيلية، يعني مش بس أنه تهدئة شاملة وإعادة إعمار، ولكن نقاط تفصيلية مهمة زي النقطة الخاصة بالأسرى والمفقودين ونقطة النقطة المتعلقة كمان بتوحيد الفصائل الفلسطينية. لكن عايز أسأل حضرتك سؤال، هناك تعويل من الجانب الفلسطيني على ما تقوم به مصر، وده واضح جدا سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي، لكن ما المطلوب من الجانب الفلسطيني لتحقيق نجاح هذه الجهود؟
يعني الحقيقة خلينا قبل ما أتكلم على ما هو مطلوب من الجانب الفلسطيني، الحقيقة بعض الناس لما بتيجي تتكلم مثلا على ملف زي ملف الأسرى والمسجونين والمعتقلين لدى إسرائيل بيتصوروا الموضوع مسألة سهلة، المسألة معقدة وشديدة التعقيد. والحقيقة الجانب الإسرائيلي لديه مطالب والجانب الفلسطيني لديه مطالب، وهناك رغبة في إيجاد ضمانات أن هؤلاء القيادات عندما يطلق سراحهم لا يتم القبض عليهم واعتقالهم مرة تانية، أو لا يتم استهداف قيادات فلسطينية أخرى. المسألة شائكة للغاية، لكنها إن تمت إن شاء الله وبإذن الله تتم بنجاح الجهود المصرية هتكون إجراء مهم جدا لاستعادة الثقة ما بين الطرفين، هيسهل الوصول إلى تهدئة أطول وأكثر استقرارا. هي مصر رؤيتها أشمل من مجرد التبادل الأسرى أو مجرد الوصول إلى هدنة طويلة المدى. مصر تريد إطلاق مسار دائم ومستقر للسلام بين الجانبين، التوصل إلى الحل، حل الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو سنة 67، وبالتالي العاصمة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة. فبالتالي الرؤية المصرية رؤية استراتيجية حقيقية. الحقيقة جزء من هذه الرؤية الاستراتيجية هو استعادة وحدة البيت الفلسطيني. الآن خلينا نتكلم بكل صراحة، لم يعد مقبولا هذا الانقسام الفلسطيني، لأنه بيصب في صالح فقط الطرف الإسرائيلي. إسرائيل هي المستفيد الأول من الانقسام الفلسطيني. شفنا أن إسرائيل هي اللي عرقلت أو دفعت نحو عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وده كان سبب لإرجاء الانتخابات الفلسطينية. بالتأكيد إسرائيل ستكون هي آخر من يرحب بتوحيد الصف الفلسطيني، لأن هي المستفيدة من هذا الانقسام، مستفيدة من صراع أبناء الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية خسرت كثيرا جدا بانقسامات الشعب الفلسطيني، بالصراع ما بين الفصائل، لأنه هذه الفصائل كان يجب أن توجه هذا الجهد وهذا هذه الطاقة نحو إقامة الدولة الفلسطينية ونحو الطرف الإسرائيلي، وليس صراع داخلي فيما بينهم. فبالتالي الجزئية دي تحديدا محتاجة حضرتك تدينا لمحة تاريخية عنها، لأنه البعض بيتصور أن ما تفعله مصر الآن جديد. يعني أنا من خلال متابعتي على مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة بندهش جدا لما بلاقي بعض التعليقات أنه إيه اللي جد أو إيه اللي حصل عشان مصر تأخذ هذا الموقف، وبينسوا تماما كل التاريخ طول السنوات الماضية. والحقيقة مش الآن فقط، من زمان جدا ومصر لديها موقف ورؤية واضحة تجاه القضية الفلسطينية. فيما يخص مسألة الفصائل تحديدا، محتاجة حضرتك تديني لمحة تاريخية عن الدور المصري اللي بيكلل الآن. يعني الحقيقة أنا بشكر حضرتك على هذا الجزء، لأنه فعلا إدراك التاريخ وقراءة سطور التاريخ مهمة جدا عشان نفهم الواقع. لا يجب أن نحن نتعامل مع الواقع وكأنه جزء منفصل عن مسار طويل جدا من العمل المصري والعمل الوطني اللي قاد جهد كبير من أجل القضية الفلسطينية. مصر حاربت من أجل فلسطين وسالمت من أجل فلسطين وبذلت جهد سياسي كبير من أجل فلسطين. لو نشوف كل الحروب اللي خاضتها مصر من 48 67 73 كانت جزء كبير جدا من مكون أو من أسباب اندلاع هذه الحروب هي القضية الفلسطينية. مصر عندما اتخذت قرار اللجوء إلى السلام كان جزء منه وكان طرف فاعل فيه، وكان هناك محاولة لإشراك في الجانب الفلسطيني. دكتور أسامة، اسمح لي لو حضرتك بتتكلمني عن مسألة الجهود المصرية في الفصائل، بس نستقبل معنا يعني نشرك معنا في الحديث الأستاذة ميري ماهر، الباحثة بالمركز المصري للفكري والدراسات. أستاذة ميري أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يمكن في جزئية كنا بنتحدث فيها الآن أحب كمان أن ناخد رأي حضرتك فيها، وهي مسألة تجاهل البعض لتاريخ المصري تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مسائل متعلقة بالانقسام الفلسطيني تحديدا، واللي جه في توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إنهاء هذا الانقسام. كيف من الممكن أن تعاقبين على هذه الجزئية؟ هو بالنسبة للدور المصري فهو دور ممتد. هي مصر دايما هي بنلاحظ ان لما بيكون في اي اختراق للقضية الفلسطينية دايما بيكون خارج عن القاهرة، حتى لو كان في اي دور هيكون دور جزئي لقوى عربية او غير عربية بتحاول انها يعني تنحي دور القاهرة جانبا. يعني الدور المصري في القضية الفلسطينية مرتبط بشكل كبير بخبرتها الممتدة وثقة الصلة بالقضية اللي أكسبتها يعني ثقة الأطراف، سواء يعني سواء طرفي الصراع المباشرين الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، أو سواء الأطراف الدولية زي الولايات المتحدة. ده هنلاحظه في يعني في الدور الأخير. احنا شفنا ترحيب كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية بالدور المصري واستعداد من الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي للوساطة المصرية.
على الجانب الإنساني أيضا يهمني أخذ رأي حضرتك في هذه الجزئية، ما حدث حتى الآن التضامن الشعبي أو المجتمعي المصري الفلسطيني ده كمان شيء له تاريخ وله يعني محطات كثيرة من الممكن الرجوع عليها، لكن ما حدث خلال الفترة الماضية والأيام الماضية أيضا كيف تتابعينه؟ هي مصر يعني طول عمرها بتدعم الوضع الإنساني في غزة، بتوصل صوت الفلسطينيين للمجتمع الدولي، بتوضح حجم الضرر الواقع عليهم، حجم المظلومية اللي بيتعرضوا ليها. في الفترة الأخيرة هي قامت بدور هو مش دور جديد عليها، فتح المعابر قبل الجرحى الفلسطينيين، إرسال المساعدات، ده دور ممتد وهو بيستمر في الأزمة الأخيرة. نعم، شكرا أستاذة ميري ماهر الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. دكتور أسامة هرجع مع حضرتك تاني، لأنه الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها جزئية مهمة متعلقة بسوء فهم لدى البعض وعدم إدراك التاريخ جيدا. صحيح، يعني كنا بنتكلم على أنه مصر لديها التزامات تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه القضية الفلسطينية، سواء كانت سلما أو حربا. يعني مصر زي ما قلنا حاربت من أجل القضية الفلسطينية وسالمت من أجل القضية الفلسطينية. يمكن حضرتك أشرت إلى جزئية مهمة جدا وهي مسألة الفصائل وكيف أدارت مصر وحدة الفصائل وتعاونت مع الفصائل. يمكن لو أشرنا أو شفنا تاريخ علاقة مصر بالفصائل الفلسطينية هنجد أن مصر هي القوة الوحيدة التي تقف على مسافة متساوية من كل الأطراف أو أطراف القضية الفلسطينية والبيت الفلسطيني الواحد. مصر لديها علاقات مع حركة حماس، حركة الجهاد، الجبهة الشعبية، كل الفصائل الفلسطينية. مصر كانت الداعم الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المظلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني. مصر دعمت منظمة التحرير الفلسطينية بكل تنوعاتها وبكل فصائلها في كل المؤسسات الدولية، في الأمم المتحدة، في كل منظمة مؤتمر عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي. كل هذه المنظمات مصر دعمت وجود منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مظلة الشعب الفلسطيني. مصر أيضا استضافت على مدى سنوات طويلة حوارات ما بين الفصائل الفلسطينية، وكانت بتحظى بثقة كل الأطراف الفلسطينية. حتى في ذروة وجود بعض الأطراف داخل فلسطين مرتبطة بمشروع الإسلام السياسي وبعض المشاكل اللي كانت موجودة في هذا الشأن، مصر استطاعت أن تفصل تماما ما بين موقفها تجاه جماعة الإخوان مثلا هنا في مصر وأطماعها في السلطة والجرائم التي ارتكبتها، وما بين بالضبط التعامل على الصعيد الفلسطيني. الحقيقة في بعض الجزئيات يمكن كويس ان احنا يعني فتحنا هذه المسألة، لانه في الكثير من اللبث. طبعا حضرتك اكيد بتتابع مواقع التواصل الاجتماعي، بتتابع اراء وتعليقات الناس. في الحقيقة ترحيب كمان ما نقدرش نغفل ده، في ترحيب كبير جدا سواء من الشعب المصري او من الشعب الفلسطيني بما تم من توجيهات. ويمكن احنا شفنا ده من قلب غزة، يعني الأعلام المصرية، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجملة المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني بالفعل وليس القول. أروح مع حضرتك لجانب آخر وهو الجانب الإنساني. تكلمنا عن الجانب الدبلوماسي وتكلمنا عن الحشد والزخم، كمان نتكلم عن الجانب الإنساني. كمان في لبس متعلق بالمعبر وهذه الجزئية، لأنه حتى بالأمس كان يعني أحد أيضا الخبراء والدبلوماسيين كان بيتحدث عن فكرة أنه هذا الأمر بيقطع لقوانين ومواثيق، وأنه مصر بتقوم بدورها الإنساني على أكمل وجه طوال هذه المرحلة. عايز حضرتك كمان توضح لنا المسألة دي. يعني الحقيقة طبعا أولا أنا بحييكم على نقلكم لنبض الشارع الفلسطيني من قطاع غزة، لأن الدور الإعلامي هنا دور مهم جدا. الشعب الفلسطيني شعب عاشق لمصر وشعب مرتبط بمصر وشعب محب لمصر بكل تنوعاته، وإذا كان هناك البعض حاولوا أن يعني يصيدوا في الماء العكر ويفسدوا العلاقة وده سمعناه من المواطنين هناك. الحقيقة المواطن البسيط عارف أن مصر هي السند وهي الظهر وهي الوحيدة اللي ساعة الأزمة هي اللي هتقف جنبه، أن مصر لا تتاجر بالمواقف ولا تتاجر بالشعارات، وأن في قوى إقليمية بتجيد المتاجرة بالشعارات، لكن ساعة الأزمة ما بيلاقيش واقفة جنبه، ما بيلاقيش غير مصر هي اللي واقفة جنبه. أعتقد الأزمة الأخيرة أكبر دليل. ففكرة نقل الصوت الفلسطيني، الصوت الحقيقي للمواطن الفلسطيني البسيط اللي فرح امبارح بمدينة مصر اللي بتقام في قلب غزة، اللي رفع الأعلام الفلسطينية والمساجد غزة كانت بتردد شعار تحيا مصر وبتقول وبتهتف للرئيس السيسي وبحياة الرئيس السيسي، أعتقد أن دي مشاهد مهمة جدا وبتكشف حقيقة موقف الشارع الفلسطيني من الجهود المصرية.
وده لا ينفصل عن الجهد الإنساني. مصر على مدى تاريخها والحقيقة رغم كل أو تنوع الأنظمة السياسية اللي مرت على مصر خلال العقود الماضية، الدور الإنساني الحقيقة كان حيوي جدا وكان فاعل للغاية. معبر رفح، عشان برضو بعض الناس اللي بتحاول انها تزيف الامور او تزايد على صحيح. بعض المواقف، بالتاكيد المعبر هو اولا ليس المعبر الوحيد مع قطاع غزه، في معابر كثيره جدا، في معابر كمان لدول عربيه اخرى زي الاردن وغيرها مع الدوله الفلسطينيه او الاراضي الفلسطينيه المحتله. معبر رفح محكوم ببعض الاتفاقيات الدولية، محكوم ببروتوكولات تتعلق بإدارة السلطة الفلسطينية للجانب الآخر من المعبر، لكن الحقيقة مصر وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تقدمه من خلال هذه الاتفاقيات الدولية. الموقف الإنساني الأخير بالدفع بسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى والمصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي كان موقف إنساني مهم، دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء أدوية أغذية، أول مرة بنشوف صندوق تحيا مصر بيتجاوز الحدود إلى فلسطين، وكأن دي رسالة معنوية مهمة جدا. الشعب الفلسطيني دولة، احنا شعب واحد بيعيش على أرضين، فالحقيقة دي رسالة أيضا معنوية كانت مهمة للغاية. مصر كمان ما توقفتش على ده، رغم ان احنا بنكافح وبنجاهد من أجل بناء اقتصادنا الوطني ومن أجل بناء تجربتنا التنموية، الرئيس السيسي بيعلن عن تخصيص نصف مليار دولار لإعمار غزة، بيوفد وفود مصرية للتعرف على الاحتياجات التنموية في قطاع غزة. مصر بدأت على طول، ما اتكلمتش وبس، بدأت تشتغل على طول. أعتقد أن الجانب الإنساني ده جانب مهم جدا، لأنه بيلمس المواطن البسيط وبيصل إلى المواطن البسيط، وبالتالي بالتزامن مع الدور السياسي الفاعل والتحرك الأمني المهم والمكثف، هناك دور إنساني لا يقل أهمية، وبالتالي بنحقق تواصل مع كل الأطراف. الحقيقة أنه كان في صور مؤثرة جدا، أكيد حضرتك شفتها، وإحنا بنتابع اللي كان بيحصل كنا بنشوف، يمكن كان في صورة حتى لشخص من الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، دي كانت صورة حلوة جدا وواقفين مع بعض، ويعني بيساهموا وبيساعدوا الاثنين مع بعض. وكان في كمان صور من قلب غزة زي ما حضرتك ذكرت صحيح. الأعلام المصرية مع الأعلام الفلسطينية والهتافات دي الرئيس ولشعب مصر، ودي كانت حاجة مهمة جدا. في بس جزئية متعلقة بأنه ودي يمكن موجودة في استراتيجية مصر أصلا، في استراتيجية الدولة المصرية حتى جوه مصر، هي فكرة الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للمواطن حتى وإن كان المستوى السياسي أو الاقتصادي في بعض العقبات أو بعض التحديات، وده اللي انعكس من الدولة المصرية على كمان فلسطين. احنا صحيح بنجري مباحثات وبنعمل يعني لقاءات على المستوى السياسي والدبلوماسي والأمني، لكن كمان ما نسيناش الاحتياجات الأساسية للمواطن. يعني أنا عايز أشير إلى أنه البعد الإنساني هو واضح أنه أولوية في السياسة المصرية بشكل عام، سواء السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية. يعني حتى لو اتكلمنا على بعض المشروعات التنموية اللي بتتم النهاردة وأهمها مشروع تطوير الريف المصري، هنجد الرئيس باستمرار اسمعوا بتوجيهاته، اسمعوا للناس، لبوا احتياجات الناس، اقعد شوفوا متطوعين، شكلوا لجان من أهالي هذه المناطق للحديث عن أولويات التنمية بالنسبة لهم. هي ده بيتوافق مع أعلى درجات فكرة التنمية الإنسانية الحقيقية، أن أنت تحققي متطلبات الناس. في النهاية مش هي خطة ثابتة أو جامدة بيتم تطبيقها وخلاص، لا، إحنا بنسمع الناس ونلبي احتياجاتهم. عايز كمان أذكر حضرتك أنه حتى على مستوى السياسة الخارجية عندما تعاملنا مع الأزمة الليبية جزء منها كان التعامل الإنساني، عندما تعاملنا مع الأزمة اليمنية، الأزمة السورية، مصر بتستضيف أبناء هذه الشعوب في وسطنا، في وسط بيوتنا وفي وسط مدننا، فده على فكرة بعد إنساني في السياسة الخارجية. مصر في أزمة كورونا لو تتذكري حضرتك أرسلنا في ظل الأزمة لإيطاليا على سبيل المثال مساعدات خلال الأزمة، خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، ساعدنا كثير من الدول بقدر ما نستطيع. إذن البعد الإنساني والجانب الإنساني هو جزء حاضر بقوة في السياسة المصرية سواء كانت السياسة الداخلية أو السياسة صحيح الخارجية. ما أنا عشان كده شبهت لحضرتك بما يحدث أصلا في الدولة صحيح. المصرية وانعكاسه على باقي المنطقة. أنا بشكر حضرتك أنك كنت معنا النهاردة دكتور أسامة سعيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام نختتم معكم هذه الحلقة من هذا الصباح، وأترككم مع هذا العرض المعلوماتي إلهام عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين. نتابع، شكرا ونلتقي على رأس الساعة.